جابتك يا طاطا، بقى مستنية الدنيا تضحكك وعايزة تخرجي من هنا بعد السنين اللي انت هتقضيها عشان تشوفوا مستقبلك تاني. مستقبل ايه ونيبة ايه؟ ده انت عشت اكتر من ابو دهود. يظهر ان انا لازم انا سايس اموري واخلص مدتي على خير واخرج اشوف مستقبل المشرق بقى. يلا بلا محن فاضي. قومي يا طاطا، الصلبة كير عايزك. ايوه جاية يا عطية. ماسك العرب مرة نكد. يعني يا اما قطاطي انت ما تعرفيش خالص الناس اللي ضحكوا عليك دول؟ يا ما قلت لك ما عرفت يا واد. انت بتعرف وجهك ده ليه ولا؟ ما انت عايز خاطر بساعة ما حد بالك يجي يسمع ساعات دلوقتي اما تقولي يا اما قطاطي دلوقتي الناس دي ما تعرفهمش والخناقات منك. ارجع تاني اسالني الناس السؤال وقولي برضك لما قطاطي الناس اللي ضحكوا عليك فين؟ كده طب انا مش هتكلم خالص اهو. ده وجع دماغه خلاص. يعني انا بقى لا لا ايه هو انا لسه فتحت حنكي عشان انا عارف ان انت عارف ان انت عارف تسال نفس السؤال. طب خلاص ماشي خلاص ماشي اديك مباراه من وسع. لا ما تدينيش انا مش هدي. انا هسالك سؤال مش ما حطي بدرك في مناخيرك. لا انا كده لا واتحرق في مناخيري. لا خلاص يا ام قطاطة انا هسألك سؤال جديد لانج غير السؤال القديم اللي كان بيقول ما تعرفيش الناس اللي ضحكوا عليك خالص دول. ماشي 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 هسألك السؤال ده. ماشي بابا هتديني ايه بقى الجزة؟ جني دهب؟ ليه هو انا طارق علامة ام قطاطة ولا ايه؟ بابا يا ابني اخويا انت حصلت طارق علامة حتى؟ السؤال بيقول لك ماشي الناس اللي ضحكوا عليك دول انتوا ما تعرفوش خالص؟ انت ايه يا واد؟ هو انت واد جري؟ تعال يا واد. بعد ما في هنا في دماغك ده؟ في دماغ في مخ. في راس مش محط برزة؟ لا. انت عندك محط برزة في دماغك؟ لا في مخ. ما انت محط برزة في مخ ده ايه؟ الله. انت حبيبتي يا ام قطاط وكل اللي انا عايزه يعني افرح ببراءتك كده. مش عايز براءة. انا مش عايز براءة خلاص كرهت البراءة. انا حاطب من الناس يمدوا المدة بتاعتي. ماشي؟ خلاص؟ ليه؟ كده. وبعدين انت من عارف انت ما يا نهار ازرق انت نمت من قبل ما تجاوب على السؤال اللي بيقول. يلا يا واطي يلا يا واطي ده مدرك يا الفاضي برضه جاي تاني يا ولاد. يلا ارسل. أول ما كلمتني يا أختي أم إسراء في التليفون دريت وصلت البيت. ما تسألنيش وصلت البيت إزاي. وأنا هسألك. دخلت لقيته اسم الله على حبة عين أمه. اسم الله غرقان في دم ووشه مزرق وإيديه مزرق. قلبي وجعني قلبي وجعني على ضنايا يا قطاطة. يا حبيبتي طب أنتم ما عملتلوش كشف تبري من بصونان؟ لا بس جيراني كتر خيرهم ويكبر بخاطرهم ربنا جريوا على المستشفى قالوا لهم هاتوهولنا كمان 3-4 ايام نكون حجزنا له دور. ويخش الجيش؟ لا ابني لسه سنه ما جاش للجيش خالص. ماشي بقى اللي ودي ما عملتيش حاجه بقى لما هم اعتدوا عليها؟ اعتدوا على مين؟ اعتدوا عليها هي؟ هي مين؟ اعتدوا على التوك توك. التوك توك؟ ماشي بقى وبعدين؟ اتاريهم بقى كانوا حاطين عينيهم على التوك توك وقاطرين الواد. نجوى ابني بقى الموكوس نجوى مش يديهم التوك توك ويخلع. ما عمل 100 راجل في بعض هجم عليهم. نجوى مسكوه اتكتروا عليه قطعوه بهدلوه وزرقوا له جسمه. بداوي وحصل اللي حصل. وحصل اللي حصل. بداوي وحبل هو حصل عمل وعمل اعتذر عليها. مين ده اللي حبل؟ مش بتقولي حصل اللي حصل ولا ايه؟ بصي اعملي كشف باللي حصل ده عشان تاخدي النفع في المحكمه. النفع بتاعت الجواز لما هي حبلت
مين دي اللي حبلت ونفقت ايه؟ مش انت بتقولي بنتك عطلة مسكوها في الدكتور؟ عطلت مين؟ يا بولية اللي عطلت مين؟ عطلة مش عندك بنت اسمها عطلة؟ وهو لو في بنت اصلا هيبقى اسمها عطلة؟ بقولك عبد الله ابني. طب مين اللي حبل؟ مين؟ مفيش حد حبل، ده انا اللي شكلي ححبل منك يا قطاطة عشان انا خلقي في حلقي. تحبلي مني؟ اه ليه قاعدة قدامنا محمود المليجر انت الكاتب يا معرونة؟ واحنا هنضربك نضربك ونسرسر. طب يا مرة خليها عنك، ده انا اللي هضرب نفسي اهو عشان قعدت معاكي وباخد بشرط. هيك بس انت انت سيدي يا نرسي. ايه ده انتي خنيقة يا نرسي كلب افوت عليك وعبطني لجرتك. يا ريتهم كانوا سيبوا عليك الحنفية بنت الكلب. قطاطة انت قاعدة نفسي يا بنت. قطاطة انت بتكلمي مين؟ بتزعقي مين؟ في ايه؟ ايه؟ هو انت كنت قاعدة هنا من شوية ومشيتي؟ لا انا لسه جاية دلوقتي. يعني انا ما ضربتكيش بالسمسم؟ لا. الله البنت عواطف بقى. مالها؟ عواطف عواطف لغتي بقى مش سايباني في حالي كده بقى وعمالة فرحة في الجاية وتنقل فيا. عملت ايه بس؟ انا مش فاهمة. مش عارفة بقى هي كانت قاعدة ولا مش قاعدة؟ بإيه اللي خربت ولا إيه؟ ولا البطاطس؟ البطاطس تكون بتكبس على المراوح؟ يمكن. بايش مكبسة على المراوح وخاطب واحد يخرب. طب ما تقولي لي بقى هو حصل له إيه؟ هو مين ده؟ هيكون مين يعني؟ لبي هو بصي شايف يا عزيز اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. لا حد سلام يا عزيز. تعال. اتأخرت كده ليه؟ مش عارف كده. يلا بينا. أنا على استعداد لارتكاب أي جريمة في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي آراء سديدة للمتطوعين. الملك فقد صوابه والإنجليز الملاعين بيلعبوا بيروريت. مصر وقعت من براسن الأبلسة. صحيح، كان بودي أعرف مين الشخص الأمين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شقة تعبان وهو على موعد. وأنا منتظرة الموعد ده. الراجل بتاعنا اهو. مساء الفل يا كباتن. ما ايه ما تنطلوش ولا ايه؟ انت لابس كده ليه؟ تمويع عشان الانجليز. لا شوف قال له كده قال لك تمويع عشان الانجليز. برافو برافو. عرفوه دوره ايه؟ قداش ده؟ هو دور ايه؟ يلا يا فندين. دور ايه؟ يلا بلدينا. دور هو دور. يلا. دور ايه طيب؟ دور ايه؟ هذا عظيم. بعدين. تفضلوا يا أستاذة بره لو سمحتوا. ايه ده ورشة خراطة دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟